الصورة اللي معانا النهاردة صورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللي موجود مع الفريق كرئيس للبعثة في المغرب، وكان حريص امبارح على الاجتماع مع اللاعبين قبل مباراتهم مع أوكلاند سيتي، واتكلم معاهم عن أهمية مشاركتهم العالمية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي، وشدد كمان على أهمية بداية مشوار الفريق بالبطولة والأداء بمنتهى القوة وإحراز نتيجة طيبة تدفع الأهلي لاستكمال المشوار، وطالب كمان اللعيبة بالتركيز واللعب بروح الفانيلا الحمراء كعادتهم، وأن يكون الهدف الأساسي هو الوصول في البطولة لأبعد نقطة ممكنة. الحقيقة خليني أقولك أن كلنا عندنا ثقة كاملة في كل عناصر الفريق، سواء كان الجهاز الفني أو اللعيبة، واثقين أن أي حد هيبذل أقصى جهد وتقدير في شغله والمسؤولية اللي عليه، وهيقدموا مستوى يليق بالأهلي وتاريخه ويسعدنا كلنا كجماهير للنادي الأهلي. عايز أقول برضو أنه لقطات كابتن بيبو مع اللعيبة فين ما يروحوا خطوة بخطوة، وجوده معاهم في الملعب، مساندتهم، وأنه محسسهم أنه في ظهرهم، أنه بيدعمهم، دي لقطات اللعيبة اللي بتوثقها في تاريخهم، لقطات ما حدش هيشوفها غير في النادي الأهلي وبس. فاحنا الحقيقة متفائلين ان احنا نقدر نوصل لحاجة كويسة في البطولة دي بإذن الله. للأسف خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة.